اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وصلنا الى فقرتنا الاسبوعيه دايما معاكم يوم السبت، فقره دنيا الجمال، وبنتكلم فيها عن كل ما يخص المراه والام. وبمناسبه النهارده بنحتفل بعيد الام، حبينا النهارده نتكلم مع دكتور منير ويليام لبيب، كبير جراح التجميل، عن كيفيه اهتمام المراه والام بالتحديد ببشرتها والعنايه بالبشره، خصوصا مع تقدم العمر وايضا مع الحياة وأسلوب الحياة اليومية. الأول بصبح بحضرتك معانا، أهلا بحضرتك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير. وطبعا عندي أسئلة كتير، يا رب بس نلحق يعني نخلصها كلها. الأول كيفية العناية بالبشرة للمرأة، طبعا عندنا الجو مليان تراب وزحمة والتوتر والقلق، خصوصا مع الأم المصرية، زي نقدر أن احنا نحافظ ونعتني بالبشرة؟ هو في البداية يعني كل سنة وكل أم طيبة، وبلغ لكل الأمهات بقول لهم كل سنة وهم طيبين. الحقيقة النهاردة بنتكلم عن البشرة. البشرة عشان نتكلم عنها في البداية، الجلد جلد الإنسان ده يعتبر أكبر جزء في الإنسان من حيث الحجم، حجم من 1.5 لـ2 متر مكعب. من حيث الوزن بيكون حوالي 5 كيلو جرامات، وبالتالي فهو أكبر عض. من حيث السمك من 3 لـ5 ملي. الجلد لما اجي انا اقسمه بقسمه لثلاث طبقات، الطبقه الخارجيه اللي هي البشره اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، الطبقه اللي بعدها هي الادمه، اما العمق فهو عباره عن النسيج اللي تحت البشره، وهكذا العضلات والكلام ده كله. لما تيجي تتكلمي سيادتك عن البشره لازم افهمها الاول، افهم بشرتي نوعها ايه عشان اعرف اعتني معها ازاي. فالبشره بنقسمها لست انواع، وبالذات هاخد مثال للوجه. البشره الاولى البشره الدهنيه. البشرة الدهنية دي تعتبر أجمل وأقوى أنواع البشرة، عكس الناس ما متصورة. ودي بتكون العيب بتاعها إن لو دخلت في إكزيما الدهنية، أو دخلت في حب الشباب، أو دخلت التهابات في الجلد وهكذا. لكن لو حافظت عليها بالطريقة السليمة البشرة الدهنية عمرها ما تعجز. النوع الثاني البشرات اللي هي البشرة الجافة. والبشرة الجافة الحقيقة متعبة جدا، لأن تجاعيد الوجه بتظهر بسرعة. وعشان كده في اعتقاد خاطئ، الناس تقول لك أنا بشرتي الدهنية عايز أخليها نشأة جافة. ليه؟ ما تحافظ عليها وهي دهنيه، وتبقى لانها لو دخلت في مجال الجفاف، دخلنا في اكزيما الجفاف، ودخلنا في تجاعيد الوجه وهكذا. النوع الثالث من البشرات مزيج من الاثنين، اللي هو بنلاقي الجبهه والانف بتبقى دهنيه، وباقي الوجه بنلاقيه جاف. النوع الرابع البشره المتوازنه، اللي هي بشره البيبي فيس، البشره الصبوحه، ودي امنيه كل واحده ان يبقى بشرتها بشره صبوحه. النوع الخامس البشره الحساسه، ودي تتميز بوجود اوعيه دمويه كثيره جدا، فتبتدي اي اكل اي شرب اي مكياج تبان فيها العيوب بتاعتها. اخر نوع من البشره اللي هو اسوا انواع البشره، اللي هي البشره الملتقه، اللي فيها خراريج دمامل وهكذا، نتوءات ودنادبات. عشان تحافظ على البشره شوف الاول نوع بشرتك ايه. اذا كانت البشره دهنيه بستخدم صابون في ماده قابضه، قد يكون في ليمون، قد يكون في خل وهكذا. لو كانت جافة بستخدم أنواع معينة من الصابون اللي فيها مواد دهنية وهكذا. إذا كانت البشرة حساسة تعرفي نوع هي حساسة لأي نوع من أنواع المواد الكيميائية وابتدي أتعامل معها وهكذا. ده يخليني يا دكتور أسألك، هو في فرق بين نوع البشرة ونوع الجلد؟ الحقيقة أنت بتتكلمي على حاجة جوهرية جدا، نوع الجلد ده حاجة تانية. إحنا بنقسم الجلد على حسب تحمله للحروق وللبقع إلى 6 درجات. النوع الاولاني جلد حساس جدا، اللي فيه لو تعرض للشمس بيتحرق على طول، وفي نفس الوقت لونه ما بيتغيرش، والمثال بتاعه ذوي الشعر الاحمر، وده حساس جدا. النوع الثاني بيكون حساس ايضا، اذا تعرض للشمس يبتدي يتحرق وتبتدي يبقع، والمثال ليه ذوي البشره الشقراء والعيون الزرقاء. النوع الثالث طبيعي، اللي لو تعرض للشمس بعد فتره يبتدي يتحرق، بعد فتره يبتدي يغير اللون، والمثال ليه ذوي البشره البيضاء والعيون العسليه. النوع الرابع طبيعي، وده معظم المصريين، مهما يتعرض للشمس فين لما يتحرق، مهما يتعرض للشمس فين لما يبتدي يبقع، والمثال ليه البشرة القمحية. النوع الخامس والسادس غير حساس، اللي هو لو تعرض للشمس يبتدي يغمق جدا وما يتحرقش زي الجماعة البشرة السمراء. والنوع السادس البشرة الزنجية اللي هي السوداء. هنا بنقسم الجلد الى 6 درجات حسب طبيعته. لحسن الحظ ان دول البحر المتوسط
فيها النوع الثالث والرابع، يعني جلد طبيعي ما يتأثرش بالحرارة إلى حد ما وما يتأثرش بالبوع إلى حد ما. فكده في فرق كبير بين البشرة طبيعية مركبة جافة دهنية وبين نوع الجلد اللي هو بيدي أشكال ولون عيون ولون جلد وهكذا. لما نتكلم عن العناية بالبشرة، الحقيقة في العديد من المنتجات والكريمات وحتى مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة وتقدم العمر، ويكون فيها نسبة من الكولاجين أو مثلا نسبة من البوتوكس وخلافه. هل هذه المواد بتكون مؤثرة بشكل إيجابي أم سلبي؟ بص، هو في البداية عشان بنتحلش على الناس، اللي بيأثر في البشرة معظمه من الداخل، يعني داخل جسمك، الأكل اللي بتاكليه اللي فيه خضروات طازجة اللي فيها فيتامين أ اللي بيكون البشرة، الفاكهة الطازجة اللي فيها فيتامين جيم اللي بتقوي الأوعية الدموية. عشان كده احنا لما نيجي نتكلم اهتم الأول بتغذيتك وتعالى نتعامل مع البشرة. زي ما سيادتك قلتي، الكريم ده فيه ايه المادة اللي موجودة فيه؟ ده فيه كولاجين، ده فيه مادة من مشتقات البوتوكس زي ما سيادتك بتقولي وهكذا. ايه أهمية الكريم؟ أنا مش مشكلة بالنسبة لي الكريم ده غالي ولا رخيص. الكريم بيبقى مهم جدا، لأنه بنقيس الكريم على درجة حفاظه على رطوبة الجلد. الكريم اللي بيخلي المية تدخل جوه الخلية ده أحسن كريم، ما يهمنيش ثمنه كام. عشان كده بيقاس أي كريم موجود إحنا بنعرضه وبنشوفه في السوق بمدى مقدرته على الحفاظ على رطوبة الخلايا الدهنية في داخل البشرة. طب أنا أقدر أعرفه إزاي وأنا بشتري أي منتج من منتجات التجميل؟ ما تهتميش كتير قوي بالسعر، واهتمي بالمنتج اللي يناسب بشرتك بعد استشارة طبية. وإحنا بنقيسه بإزاي بيحافظ على الرطوبة على المية جوه داخل الخلية، ما يهمنيش تمنه، لكن يهمني محافظته على الخلية. طبعا ما في شك أن في كريمات كتيرة، الكولاجين في انواع كثيره جدا منه، وفي مواد كثيره جدا، مش شرط الكولاجين، بروتين، سيالين، حاجات كثيره جدا من المواد البروتينيه اللي بتحافظ على البشره. ولكن انا بحط خطين، لازم نحافظ ونستشير الدكتور ليه. ويمكن انا يمكن على الهواء حد نصيحه لاي سيده بتحاول تستخدم اي كريم في الدنيا هي عايزاه، او صاحبتها قالت لها عليها او جالها هديه. في البدايه حاولي تعرفي الكريم ده بشرتك هتقبله ولا لا، بانك تدعكي مكان خفي من جسمك ولكن اعلى دراعك من الداخل. حط الكريم ده وتعكيه وسيبيه 48 ساعه. اذا حس انك انت عمل حمار او ابتدى يعمل بقليل او ابتدى يحسسك بالهرش او الحكه، ابعدي عنه، ده لا يناسب بشرتك على الاطلاق. اذا ما حصلش حاجه من الحاجات دي استمري فيه وربنا يوفقك. لو لا قدر الله حصل بيتم علاجه بسهوله ونبعد عن الكريم ده، لان يعني مكان خفي قدرت احافظ عليه، لكن لو كان الوجه ده هتبقى مشكله. طيب احنا معنا تليفون من استاذ احمد من القليوبية. صباح الخير يا استاذ احمد. صباح النور يا فندم، اتفضل حضرتك معنا على الهواء. ماشي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب يا دكتور، كل شعب مصر خير يا دكتور. يا رب. الله يخليك. طب سمعت يا دكتور، عايز بس استفسار عن البشره الدهنيه بس زياده. اتفضل. استفسار عن البشره الدهنيه يا دكتور بس. اتفضل اسال. لو فيها حبوب كتير، انا بستعمل صابون معين او بستعمل كريمات معينه ولا حاجه؟ تمام. يعني يا ريت نوع الكريم او نوع الصابون اللي بتعمله مثلا يا دكتور. الله. طيب حاضر يا استاذ احمد، خليك معانا وهنرد عليك. معانا الاستاذ ابو بكر من بني سويف. صباح الخير يا استاذ ابو بكر. صباح الخير، ازي حضرتك؟ صباح النور، اهلا وسهلا، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ صباح الخير، اهلا وسهلا. من فتره لك البشره الازهر اللي عندي في رجلي بقع صامرة كده. الايه؟ في بقع صامرة. بقع صامرة كده ظهرت في رجلي من تحت. تمام. طيب. بس مش برز عن الجسم. تمام. طب حضرتك عايز تستحسر ليه؟ بيصاحبها حكه، بيصاحبها هرش، ظهرت من ايه؟ حكه او هرش يا استاذ ابو بكر؟ لا لا لا. ظهرت من قد ايه؟ لا في حوالي شهر كده. طيب هنرد عليك. معانا ايضا الاستاذ رزق من القليوبية. صباح الخير. ايوه يا فندم، السلام عليكم. اتفضل. وعليكم السلام. السلام عليكم. ايوه وعليكم السلام. حضرتك اسمعنا بس من التليفون. ماشي يا فندم. اتفضل. ايوه يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام، معاك الدكتور، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اهلا، صباح الخير، اتفضل. صباح النور، عامل ايه حضرتك؟ طيب. طيبين.
على النور يا فندم. حضرتك دلوقتي مش دهني وجربت كلمات كتير وجبت له علاج كتير ما فيش اي حاجه، جربت الحقن المرصود ما عملش معايا اي نتيجه. طيب بقالك فتره بتتعالج؟ ايوه حضرتك بقالي فتره كده ومش جايب معايا اي نتيجه. وهنا البشره الدهنيه هنا. طيب احنا هنرجع لحضرتك تاني وهنتكلم عن البشره الدهنيه، ومعانا هناء من بني سويف. حنان، استاذه حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. اسال بس الدكتور، انا عندي ابني عنده 18 سنه، كان عنده عيب خلقي الشفه الاجنبيه والانف. ايوه معلش، هو غير البرنامج دلوقتي بس انا كنت سامع الدكتور قبل كده يعني في البرنامج برضه. طيب هنرد عليكي، حاضر يا استاذه حنان. طيب احنا نحاول نرد يا دكتور بسرعه. هو طبعا كتير قوي بيكلموا عن البشره الدهنيه والمشكلات ان هم جربوا كريمات كتير ومفيش فايده، وخصوصا ان هم اتعالجوا فتره كبيره، وايضا المشكله المتعلقه بالبقعه السمراء في الوجه. هي مساله البشره الدهنيه زي ما انا قلت دي اجمل بشره، لكن هي محتاجه تتعالج بطريقه معينه. هو واضح انه كان في سوء استخدام لانواع معينه من الكريمات، لكن لو اتعالج بطريقه صحيحه من السهوله جدا انك تسيطري على الحاله. انا يشدني الحقيقه حته البقعه. الكريمات الموجوده في السوق كلها بتتقسم لنوعين. احنا لما نيجي نتكلم على البقع، ما ايه سبب البقع؟ المسؤول عن لون الجلد خلايا صبغيه موجوده في الجلد، هذه الخلايا الصبغيه اذا تراكمت بطريقه معينه بتبتدي تعمل لون من البقع، ولو زادت بتزيد عن حد معين. الكريمات اللي موجوده في نوعين من الكريمات. في نوع بيشتغل على الخلايا الصبغيه ينزل نشاطها لغايه النشاط الطبيعي. وده نوع من الكريمات مستحب جدا. وفي نوع من الكريمات بيشتغل على الخلايا الصبغيه يخلي نشاطها اقل من النشاط الطبيعي. هنا الخطوره، لان هيبتدي لون الجلد يبقى افتح عن اللون الطبيعي، ابتدي ادخل في مشاكل حاجه قريبه من البهاء، يبقى بهاء صناعي، ممكن بعض الحالات تدخل في اورام في الجلد. يبقى انا بحذر من كريمات تفتيح البشره. لازم نعرف هذا النوع من الكريم شغال باي طريقه، هل بيرجع نشاط الخلايا الصبغيه للنوع النشاط الطبيعي ولا بيزيد على يعني كده؟ يعني مش كل كريمات تفتيح البشره، لان في تخوف من فكره الكريمات تفتيح البشره خصوصا الليليه والنهاريه. هي النهاريه والليليه الفرق بينهم ان بستخدم عازل شمس ولا لا. لكن انا بتكلم على الماده الفعاله اللي بتشتغل على التفتيح، مش اي كريم تفتيح نشوفه نقول ان هذا الكريم يناسب بشرتي. لازم نشوف الماده الفعاله، اذا كانت بتعيد نشاط الخلايا الصبغيه الى النشاط الطبيعي استخدمه، انما اذا كانت بتزيد على هذا وبتقلل من نشاط الخلايا الصبغيه انا خاف كتير انه ده ممكن يدخلني في مشاكل بقع جلديه، سرطان جلد ومشاكل زي كده. سريعا نرد على استاذه حنان، ابنها عنده 18 سنه. موضوع الشفه الانابيه احنا ممكن نتكلم عنه الحلقه الجايه، عن التشوهات الخلقيه اللي بتصيب الوجه زي الشفه الانابيه وزي الاذن الخفاشيه، لكن باختصار شديد هي العمليات بتاعه الشفه الانابيه ده عيب خلقي بيجي على الشفه وبيدخل لورا على سقف الحلق وبيطلع لفوق على الانف. علاج الشفه بيكون مجرد ولاده الطفل، يعني طفل عنده 5 ايام ممكن اعمل له عمليه الشفه الارنبيه. لو طلع فوق على الانف بيبقى في اصلاح وقت العمليه بتاعت الشفه الارنبيه، وفي اصلاح عند سن 18 سنه زي ما هي قالت. لو كان في انقسام في سقف الحلق ده بيحتاج ان انا اعمل له عمليه عند سن من 18 سنه شهر لغايه 22 شهر 24 شهر، يعني من سنه ونص لسنتين. وكل واحد ليه تاريخ وهنشرحه بالتفصيل ممكن في الحلقه. طيب خليكي متابعانا يا استاذه حنان، الاسبوع القادم ان شاء الله هنخصصها عن التشوهات الخلقيه. ومعانا الاستاذه هدى من المنيا. صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. وحضرتك طيبه، اتفضلي. انا ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ دكتور معاكي بالفعل، اتفضلي. صباح الخير يا دكتور. اهلا ستي، صباح الخير. لو سمحت يا دكتور، معايا اختي تحت عينيها اهالات سودا جامده وداخله لجوه كده، وبشرتها فيها حاجات كده زي الكلف. تمام. بدا يظهر يعني حاجه كده زي الكلف. طب هي سنها قد ايه؟ 35. حضرتك عايز تسال اي سؤال؟ هي ده بقى هنا الحالات السوداء، ودي برضه ممكن نتكلم عنها، لكن باختصار شديد لما بيبتدي يظهر تجاعيد معينه اسفل اللهين بتبتدي تظهر هذه الخطوط. قد يصاحبها انتفاخ، وقد تكون بقعة سوداء بس. وفي كل الحالات في طرق كثيرة جدا بتتعامل مع البشرة، منها شد الجفون، ومنها حقن مواد دهنية أو فيلرز، ومنها استخدامات للليزر.
فالحقيقه الحاله دي برضو هنقدر نتكلم عنها بالتفصيل، لازم ننظر للحاله ونشوف انهي طريق مناسب بالنسبه لها. بالنسبه للهالات السوداء هنتكلم عن الهالات السوداء برضو، هنخصص لها حلقة ان شاء الله. طيب احنا معانا تليفون من الاستاذ خالد من الفيوم. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ. صباح النور، اتفضل. اخر للدكتور. معاك الدكتور. كان بنتي عندها 10 سنين وقلت امبارح يا فندم ان تحت عينها في حاجه بيضه كده بس مقشره، فمش عارف ايه راي سعادتك في تحت عنها. طيب خليك معانا يا استاذ خالد. تحت عنها فيها حاجه بيضه مقشره. طيب حضرتك بتساله بقى. هي غالبا دي بتيجي مع كثره استخدام المياه عمال على بطال من غير ما ننشف، بيبتدي يحصل نوع من البقع اللي هي متكونه دي، ودي في اغلب الوقت بيكون مصاحب ليها التهاب فطري في المنطقه دي. بتاخد علاج بسيط وممكن تتحسن، بس لازم تاخد علاج للمرض نفسه، مش اي كريم يتحط او باي طريقه. فهي محتاجه تتناظر، يتعرف هل هذا التهاب فكتري ولا التهاب بكتيري من نوع معين من البكتيريا. فيقدر يحط له كريم بسيط ممكن الحاله دي تمشي. ده نتيجه عدم تنشيف دي اساسا بنشوفها دايما في الناس اللي بيغسلوا وشهم بالميه كتير كتير خالص وما بينشفوش كويس خمس مرات 10 مرات في اليوم، ده بتكون نتيجته البشره بتبتدي تحصل فيها مشاكل من ضمنها حاجه زي كده. خلينا نرجع لموضوعنا يا دكتور الجديد بقى في مجال العناية بالبشرة، خصوصا ان الكلام والحديث الان عن ان البوتوكس والفيلر دي مواد مفيدة للبشرة باعتبار ان هي من خلاصة الفاكهة او الخضروات وخلافه او الفيتامين معين. هل الكلام ده صحيح؟ وامتى المرأة او الست تلجأ للعمليات او للحقن بالفيلر او البوتوكس؟ شوفي، هو موضوع الحقن بالفيلرز والبوتوكس دي، اولا طبيا الفيلرز ما فيش موافقه ليها الا على مستوى 3-4 دول في العالم. فهم واخدين السي اي، دي موجوده في المانيا وفرنسا، لكن على مستوى مثلا امريكا الفيلرز لا، مالنورول يعني هم ضد استخدام الفيلرز. البوتوكس ده من الحاجات اللي بتتحضر بالهندسه الوراثيه وليها تاثير معين على جبهه وعلى جانبي العين وعلى بين الحاجبين. الحقيقه البوتوكس مشكلته ان هو محتاج ان احقنه اول مره كل 3 شهور وبعدين كل 6 شهور وبعدين كل سنه وهكذا، على اساس ان انا بعمل ارتخاء معين للاعصاب الموجوده. لكن ده مش خط جراحي، يمكن جراحات التجميل بتقدر تلعب دور كبير عن طريق حقن الدهون، وده بيكون اجمل كتير من كده. مساله الفيلرز دي حاجه تانية. انا بستخدم مواد مكونه من سكريات نوع معين من البوليسكرايز او مكونه من احماض معينه زي الحمض اللاكتيك اسيد او الهياليورونيك اسيد، بتتحقن. مشكله برضو الفيلرز انها بتاخد فتره زمنيه، بعضها حسب تركيزه، التركيز الاول بيقعد حوالي 6 شهور، التركيز الثاني بيقعد حوالي 9 شهور، التركيز الثالث بيقعد من سنه لسنه وربع. المشكله انه مكلف، لانك انت ما بتقدريش تحقني غير 1 مللي، بينما الوش ممكن يحتاج ل 10 و15 و20 مللي. ده عكس لما تستخدمي انا اسف لما اقصد حقن الدهون. حقن الدهون انا اقدر احقن في الوش لغايه 100 مللي، باخده من جسم الانسان واركزه واحقنه حسب العيوب. نفس الفعاليه يا دكتور. لا، حقن الدهون اعلى بكتير، لانك انت بتاخده من جسم الانسان وبيبتدي فتره زمنيه اطول. احنا في جراحات التجميل الحقيقه علشان الحلقه ما شدناش، لو اتكلمنا عن تجاعيد الوجه طريقه جراحه ما فيش اكيد يا دكتور نتكلم تاني عن تجاعيد الوجه، ولكن خلينا هنخصص ان شاء الله الفقره الاسبوع القادم عن التشوهات الخلقيه عشان نجاوب ايضا على سؤال الاستاذه حنان ونتكلم برضو عن الهالات السوداء. بشكرك شكرا جزيلا دكتور منير ويليام لبيب كبير جراح التجميل، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. فقرتنا مستمره معكم حتى العاشره فاصل ونستكمل فقرات صباح الخير يا مصر.